السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: ما هو تابوت العهد؟ تابوت العهد هو صندوق مقدس صنعه موسى. إنه مصنوع من خشب الصمت ومغطى بالذهب من الداخل والخارج. طوله حوالي متر ونصف، وعرضه وارتفاعه حوالي متر، وكان له 4 حلقات ذهبية ليتم حمله بواسطة الكهنة. وفوق التابوت غطاء مصنوع من الذهب يعرف باسم غطاء الرحمة، وكان على الغطاء تمثالان لملائكة تعرفان بالكروبيم، وكان هذان الملكان ينظران إلى أسفل اتجاه التابوت، وأجنحتهما تمتد فوق الغطاء. الكروبيم هم ملائكة ذو مكانة عالية في التقاليد اليهودية والمسيحية، مرتبطون بحماية الأماكن المقدسة وحضور الله. في النصوص الدينية يظهرون كمخلوقات مجنحة تشارك في العبادة وحراسة القداسة، أي الأشياء المقدسة، حماية ما هو مقدس وحمايتها من التدنيس أو الإساءة إليها، مما يحافظ على هيبتها وروحانيتها. تابوت العهد يسمى بتابوت السكينة. تابوت السكينة يستخدم في السياق الإسلامي، وكان يبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس بني إسرائيل. تابوت العهد يشير إلى العهد الذي قطعه الله مع بني إسرائيل، حيث هذا التابوت رمزاً لحضور الله في وسطهم، ورمزاً للعلاقة بين الله وبني إسرائيل، فهو يمثل حضور الله وقداسته بينهم. محتويات تابوت العهد هو: 1. اللوحان الحجريان اللذان نقش عليهما الله الوصايا 10 التي أعطيت للنبي موسى على جبل سيناء. 2. عصا هارون، استخدمها هارون أخو موسى كدليل على اختياره للكهنوت من الله، أي تعيينه هو وذريته ليكونوا قادة دينيين لبني إسرائيل، يقدموا العبادات ويعملون كوسطاء بين الله والشعب. 3. وعاء من المن، وهو الطعام الذي أرسله الله لبني إسرائيل أثناء التيه في الصحراء. حسب الروايات كان تابوت العهد يحفظ في قدس الأقداس داخل هيكل سليمان في القدس، لكن في فترة تاريخية لاحقة اختفى تابوت العهد، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اليوم. تابوت العهد يعتبر رمزا قويا لحضور الله وسط بني إسرائيل، وكانوا يعتقدون أن الله يحارب معهم طالما كان التابوت معهم، فكانوا يحملوه أمام الجيش أثناء المعارك، لأنهم يرون فيه علامة على حضور الله وقوته وقدرته على نصرهم في الحروب. وكانوا يعتقدون أن تابوت العهد يساعدهم على معرفة إرادة الله قبل المعركة، فيعتبر بمثابة استشارة إلهية لإعطاء التوجيه اللازم في خوض الحرب. استخدام التابوت بدون موافقة الله أو بنية سيئة كان يؤدي إلى نتائج عكسية. أما مصير تابوت العهد فهو غير معروف حتى اليوم،
اختفى بعد تدمير الهيكل الأول في القدس على يد البابليين في عام 586 قبل الميلاد، ويقال أن الكهنة قاموا بإخفائه في مكان سري قبل تدمير الهيكل لحمايته من السلب والتدمير. فمصير تابوت العرش من أعظم الألغاز في التاريخ الديني، وما زال البحث عنه مستمرا من قبل علماء الآثار.